السلامة. آه شو نهال انتي هون؟ سيدياتي مخربطين، قلت برتبهم. الجو كتير حلو. في عندك شغل شي اليوم؟ لا، ليش عم تسألي؟ بدنا نروح نشتري شوية أغراض. منروح منتمشى بالسوق بالأول، بعدين بعزمك على قهوة. قولي هيك من الأول. شو حنروح؟ ماشي، أنا في عندي كم شغلة تحت، بس خلصن بجهز حالي مشان نروح. لا تستعجلي. ماشي. شو شيل السفرة؟ الشعور كتير قاسي، كتير تعيس، شي فظيع. ما كنت بتصور يصير معي هالشي بنوب. عن إذنك لحظة، هاي أختي سمر. ألو؟ بيسان خلصت من الجمعية، وين رح شوفك؟ يعني أنا ما فيني إجي سمر هلأ. خلص رجاء روحي. شو صار؟ الماما أروى قاعدة عنا. رجاءً بيسان لا تخليني أزعل منك. بيصير هيك شي؟ هاي دقيقة سمر، أنا رح أتسلى مع الولد شوي وبطلع، أصلاً بدي غير جو. ألو؟ لك شو عم بيصير؟ ماشي أنا جاي، وين بدك شوفك؟ ماشي جاي فوراً. بس والله ما حلوة روح. روحي يا بنتي روحي، يلا بلا ما تتأخري على أختك. هلأ لا تاخدي أي قرار بالموضوع، بلكي طلعت هالشغلة مانا عن جد. إن كانت جد ولا لا ما عم بهضمها. والله الحق معك، يا ريت لو فيني أعمل شي لخليكي ترتاحي. أنتي ما قصرتي، حكيت معك وارتحت كتير، وأصلاً ما عاد بدي أحكي بهالموضوع، فيا ريت تنسي اللي حكينا. ماشي، انتي لك كلك فكر. اهلا وسهلا. اهلين حبيبتي. أكيد تعذبتي لأخذتي إذن حماتك. سكتي سمر سكتي، مزاجي كتير معكر. مبين من صوتك بالتليفون. إيه حلمي بيك، قال عم بيخونا لأروى خانو. لا تستغربي بنوب لأنه زلمة واطي. القصة أنه حزري مع مين؟ لا تقولي وحدة منعرفها. مع بشرة. أي بشرة؟ لا تقلي لي بشرة مهند. ايه ما انا وعدت اروى خانم اني ما اقول لحدا حتى لنهاد، بس هالشي بيهمكن نوعا ما مو؟ تفضل يا خانم. يسلموا ايديك. كنت متوقع هالشي، اساسا انا حاسه انه هاي البنت كتير خبيثه. طب هي متاكده انه هاي بشرة؟
امبارح بالليل سمعتهم وهنن عم بيحكوا بالتليفون، قال في عندها عرض ازياء بايطاليا الاسبوع الجاي. ومبارحة بشرى قالت هالشي معقول يكون صدفة؟ اصلا ما في بالعرض غير 4 عرضات. بس اروى خانم ما بتعرف مين هي بشرى. معناته امبارح بالليل اتحاكوا، شفتيها كيف كانت عم تتصرف ببراءة قدامنا؟ رجاء سمر لا تقولي لحدا ولا حتى لنهاد بلا ما تصير فضيحة. بس لازم مهند يعرف. بلكي مو نفس البنت؟ خلينا ما نعمل شي بدون ما نتأكد. الله يخليكي لا تخلي المشكلة تكبر أكتر من هيك. ولا يهمك، أنا رح لاقي شي طريقة لأتأكد. شوفي هون في شغلات حلوة كتير. خلينا نتمشى شوي بالأول. شوفي هي البقلة ولونها حلو، تعالي جربيها. خلينا نتمشى ونتفرج على السوق بعدين منقرر شو بدنا نشتري. مثل ما بدك. Mm-hmm.